بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احوال جويه غير مستقره وفيضانات وسيول تاريخيه لم تشهدها المنطقه من قبل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. معارض واجهه المعارض، كيف شوف السيارات، شوف غرقان العنوان. تسببت في انهيارات أرضية حيث شهدت جدة عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة مع نشاط رياح سطحية وارتفاع الأمواج وتساقط البرد مع انعدام للرؤية، حيث سجل ميناء جدة على كمية أمطار شهدتها حيث بلغت 83.4 ملم حتى الساعة 9 ليلة أمس. وأدت السيول إلى إغلاق العديد من الطرق الجنوبية ووقوف كوبري دار المستقبل، كما أدى إلى انهيار جزء من الشارع الرئيسي في حي الحرازات. وأدت السيول إلى ارتفاع منسوب المياه في معرض السيارات في جدة. وتوقع المركز الوطني للأرصاد امتداد هذه الأمطار الغزيرة بمنطقة المدينة المنورة ومحافظاتها ومع السواحل، وتمتد شرقا على مناطق الرياض والشرقية والشمالية والقصيم ومنطقة الجوف، حيث يتوقع تكون الضباب الكثيف بالمنطقة الشمالية.